عبد الرحمن، اللهم لك الحمد يا سيدي ربي. نسكن احنا في هذه الديره خوتي كما قلت لكم، هذه الديره الكبيره خوتي. البيت صوتها من الجزيره الكبيره كما خوتها بط قصينا هو. هذه راه قريبه الشمعاني. شوف فيها كي دابا دابا هنا في التحت. حتى الشوكة إذا صابت فإنها صدقة. شي حاجة لافة، ما كاينش شوية الموجة عبد الرحمن. يا سلام قطعت في الركا، قطعت في الركا المرق. استنى اخوي شوف فيه. وي شوف. هنا الجزيرة الكبيرة. وي اطلع مع كل توازن وتوازن. وهذا خويا سبحان سلام. ايوا شوف بعد انت الموج هذا إنه الغربي يا عبد الرحمن. سلام عليكم ولا لا؟ سلام يا عبد الرحمن. باقي خويا تبين دراسة راسك؟ راه هي خويا عبد الرحمن. إنها تصور؟ أجل. نعم. إلى. عبد الرحمن، هيا بنا إلى الجزيرة الكبيرة لنرى ما يجب علينا أن نراه. إن شاء الله تعالى. هو هذا كسي بالتوازن هكا مزيان. لأن هذا صغير السي عبد الرحمن فهمتي؟ تاع بياس واحد هذا فهمتي؟ تاع واحد. صعيب هذا الصغير صاحبي. كاين الطور ما هي؟ إن شاء الله في السلوجي. الماني داك قلت لك انا راه الغربي دابا هذا راه كاين هذا الغربي انا راه بعيد عنا واحد كوا 60%. لا طاح ياك مابقاش من 600. يا عبد الرحمن سهل الله خويا تبين خويا عبد الرحمن فينا خويا الامواج. هنا الجزيره الكبيره خلينا والو نص طوال 20 هادي كاع اللي تحكموني ما تحكموني دمني. راني بخطر فين راني والله ما كانت نعاونك بيديا وانت خويا. يا سلام عبد الرحمن هذه الراحه هذه التامه ما شاء الله باذن الله تعالى. البلاد كبيره كانت كبيره عليك البلاد تاع واحد هذيك راه تاع ثلاثه فهمتي. يا خويا هي الجزيرة الخوش غادي اقتربنا يا اخي. ما كانش يوم على البلد اصلا ما كانش يوم على البلد. هو معنا الله يغفر لكم الوالدين وما تنساوش انا اللي نوصل شحال ديال الحوايج على الجزيرة الكبيرة ان شاء الله تعالى ديال المغرب باذن الله تعالى. هو معنا واللي شاف ان شاء الله الفيديو ما ينساش الاشتراك واللايك. كما تلاحظوا معنا كاين واحد شويه ديال الريح اليوم ولكن اللهم لك الحمد ما كاينش عليه المشكل كلشي مزيان. غادي نحتاجوا هاد الفقرة هنا واحد شوية عندنا واحد شوية ديال المحك هنا واحد شوية. عبد الرحمن دخل من لين بين الوسط هذوك جوج جروح ماشي هادو هذا شوف هذا شتي هذا الصغير هذا وهذاك دخل بيناتهم وسط منهم هذاك الصغير وهذا صح هذاك اخويا عبد الرحمن دري بالي
راه عارف راه عارف شي فيها هكا هكا سير هكا انا ديك تا ولا غادي تمشي كتخليها شتا تا ولا شتا كي تبان لك ادخل هكا دخل دابا هكا اون ديريكت بين هادوك الشرا اون ديريكت هكا فاضي سير الله يسخر سير الله يصوب سير الله يصوب ان شاء الله تعالى يصوب الله صوب الله صوب الله تا ولا تا ولا تا ولا تا ولا تا ولا اللهم لك الحمد ها انتم كيما تشاهدوا معنا الخوت حنا راه في الجزيره دروك هذا بما يسمى طائر النورس وهذاك الطائر اللي يقولوا عليه راهو كيدير شتي 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 هذاك هو الفالكي ها هو شتي يدير بحال بوعميره بحال الباز هذا هو اللي قال لك لي تهاجر ما تيسكن الا في هذه الجزيره هذه ما تيبيض الا في هذه الجزيره هذه انا خوت كما وعدتكم قلت لكم غادي تشوفوا شي حاجه ما عمركم شفتوها لا اللي سبق لي وجه الجزيره اللي راه هذه كون شافها هادشي هادشي تنشوفو حنا واللي كاين اللي ما عمرو جا وهداك الشيء وما عمرو خدا التجربه هادي هي خدا معنا حنا الحمد لله ولله الحمد والا عنده شي فرصه وخدا خدا الحال ان شاء الله وبيجي معنا مرحبا ولا لا سي عبد الرحمن مرحبا 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 خوت انا راه هذا هو هضره كبيره وحنا راه جوج هذا راه سمحوا لينا حيت لان لقينا داك تاع جوج تاع ثلاثه من ريزيرفين شي ناس تاع مصحابنا والناس صحابنا تيحشموا لنا المساكن قال لنا خذوا راحتكم وصافي هذا ما كان انا خوتي انا خوتي احبابي انا شي حاجه ما عمركم شفتوها انا لفن شي حاجه لفن ما كاينه شويه الموجه عبد الرحمن لتوخي الحذر لتوخي الحذر فقط لتوخي الحذر ادخل ادخل نحن مغامرون نحن مغامرون انا خوتي كما قلت لكم كما تنوعدكم هي جزيره كما قلت لكم شفتيها شفتيها هنا كاين واحد شويه ديال توالى خصك يكون مع توالى وكلشي كيتقدر ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى كلشي كيتقدر انا خوتي انا 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 خوتي انا انا احبابي ضرب 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 الله يرحمك الله يرحمك خويا هذاك من هذا خوتي بابي انا قلت لك يما قلت لكم اخوتي هذه هي المغاره اللي تيقولوا عليها اش المغاره هذا تيقول لي ما عندها حل انا واحد سميه واحد اللقاط البحريه هما اللي عارفينه شتوه شتوه انتوما قلت لكم غادي تعيشوا معنا واحد اللحظه اللي هي الحمد لله مستمتعة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ترى خويا شوف واو سلام احبابي بالله العظيم لا مكرت لكم يا احبابي هاد العومه معانا اللي تيقول لك تعوموا اقلب على شي بلاصه اخويا سفيان اقلب على شي بلاصه تعوم فيها سلام يا حاج الرحمن اللهم لك الحمد يا سيدي ربي على نعمه نعمتي علينا يا سيدي ربي دابا اخويا سفيان دابا اخويا عبد الرحمن شد انا اخويا عبد الرحمن شد يلا كنت عليا ما عرفتش اخويا عبد الرحمن واه عبد الرحمن كيما تشوفوا يريد السباحة في كيما قلت لكم انتم شوفوا فين دخلنا حنا هذه الجزيرة الكبيرة خوتي هذه الجزيرة الكبيرة كيما قلت لكم احبابي انا غادي نسكن حنا فهاد الجزيرة خوتي كيما قلت لكم تعال يا خويا عبد الرحمن شدي البليصة ديالك سير 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 او عبد الرحمن يريد ان يتسلق الزورق بلاش يا خويا عبد الرحمن
قبل ما بداناه غادي نشدرو انا سلامي كان باقي ما كملناش المتعه ديالنا. عطيو دا خويا سفيان كي تيفاز معنا في التحت. شنو انت قلت لك كيفاش كنا كنهضر انا شي حاجه تقطع هنا بجدك يا سي. هادا ديتو فيها غادي عرفتي كيدير تما غادي غادي تقول واك واش ديرنا مغوله على عزيه غتصدقي وليد عضاني. شوف هذاك شوف لي بيوت بغيت تهبل شي بوينت هي غليظه ابرزي سيرتي واحد سبيتي ويت باش يطلع يا سلام ياه كما قلت لكم الخوت منين دخلنا من هنا غادي نخرجوا حيت هنا كاين كله توالى الا ما شديتيش توالى كما قالوا الناس ديالنا حنا في الصويره توالى شتيها كتقدر اي لحظه انت كما قلت لكم اي لحظه اي لحظه واي لعبه بحال ما كتقدر دير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك الفران الفران انا عندك الفران ما عندكش والو عاد خونا راه هو تا هو فين جاي تا هو شتيه غادي نمشي كندور هكا عبد الرحمن سير هكا جيت لمريسه نمشي نطلع لتما نجيب واحد التوطيات تما واحد العمره في مريسه تما خونا تا هو شكون هو هذاك هشام شكون شي خونا هذاك السلام عليكم هشام الله يحفظك علاش ما سمعتكش كاين الموجة غادي نهار المريسة 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 الله يحفظك قال لك كاين الموجة هذاك سميتو صافي هشام سميتو مزيد 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 عرفتي واش اللي كيدير تما ودي عبد الرحمن؟ بان لي داكشي بحال شي يزيد غليظ وما تقنع شتي لك شتي كيدير؟ شتي ما كيدير؟ المتعة هو الثاني عبد الرحمن انا كيدير المتعة تما المتعة المتعة لبيت تستمتع هذاك هو افال كاي داك هو الطائر المهاجر قال لك ما يسكنش في شي راهو شتي راهو شتي 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 راهو راهو شتي وكي قال لك ما تيسكنش في شي قرن من غير هذه الجزيره هذه هو داز بالله الخيرات كما قال لك كما كيقولوا هما ديك واحد الخبا ديالو قال لك كاينه الموجه عارف فاش كاينه الموجه اللي مره كاينه ميتو شتي هو شي 20 سنتيم كيلا ولا شي حاجه كان بوضو شكرا انا خير
اين ذهب يا اخي سفيان؟ اش ديال الشوك هنا علاش؟ راه الناس شخصك واه انا كما قلنا لكم اخوتي هذيك راه دخل ليا فرعون، كاين واحد الجرس يقول ليه فرعون هذيك هي هذيك الدخله ديالو، كاين من ليه وكاين من هنا في الساحه كيدخل من ليه وفي العمره كيدخل من هنا. واه ودي شدي الشوك، الشوك خصك تصبر ليه حتى الشوكه اذا صابت فانها صدقه. واحد من درهم هنا كيجي سلام ياك. واه عندما كنا تشوفوا اخوتي ديك لا قبيله انا والصديق ديالي والزميل ديالي عبد الرحمن، هي هذيك المغاره اللي وصلنا لها، غادي يسولوا الرئيس دابا نقول اش تيقولوا لهذيك الطفيله باش يشوفنا ويعطينا المقوله ديالو. وراه شي يعني الحمد لله اللهم لك الحمد راه كما عارفه نقول لك الصوره هذه جزيره كبيره، جزيره مغازل كما كنقول احنا جزيره كبيره وكما جزيره صغيره. هي هذيك اللي ملي كما تشوفوا معايا خوتي شتيها كتبان لكم راه هي شتيها حدا راس المراية. وانتم كما تشوفوا هو الصديق ديالي عبد الرحمن، انتم هادشي روعة في الجمال كما تنقولوا اللهم لك الحمد حتى ترضى واذا رضيت بعد الرضا، اللهم لك الحمد يا احبائي الاصدقاء. الله يلا ديشارجات لينا الخوت، شوفوا لينا اهلا وسهلا روعة في الجمال ياك. ها واش روعة في الجمال؟ هادشي ما عمرك شتي اخويا عبد الرحمن، باش تعرف عليا شاركو كنهديو لي كاع الفيديو اخويا شاركو، حيت قلت لك يلاه معانا وما مشيتيش معانا اخويا. قلنا لي تصوني عليك قلت لي يلاه يلاه، ولكن ما تمشي ليه الله تعالى خو دابا تقصينا هو. واو 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 واحد السفينة بعض العنيك سير. ها انتم اخونا عبد الرحمن بيت صوتا من الجزيرة الكبيرة كما تنقولوا، انتما واش تي العلون اخويا سفيان؟ اش اسمع على انت بتوريني انا العلون اخويا سفيان؟ واخا تشوف هكا هذه راه قريبه الشمعاني، انتما كيف بدات تشوفوها؟ خونا عبد الرحمن ها هو. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله وي تشاب صح عبد الرحمن، صافي عبد الرحمن هلا خويا. لا عبد الرحمن او عبد الرحمن كما تشوفوا سفيان خويا عبد الرحمن او عبد الرحمن اللي طلع مزيان اخر صوتي ديال العشرة زوج صوتيات بحسن تضرني راسي تتقال عليهم. يلا سير اخويا عبد الرحمن سير اقبلوا علينا الخوت راه الكاميرا بات ثاني من الشارج.
المهم ديشارجات لينا الكاميرا على 20 ديشارجات لينا الكاميرا سمحوا لينا واقيلا غادي تكون هذه هي نهايه الفيديو الى اللقاء بيس. المهم اخ سفيان راه ود اش دا لينا الشوك فاش نمشي انا العشرين داك شي تاع قدامى واخدم اخويا سفيان الله الله يخدم الله اخويا سفيان اي جي اي جي اه يا اخويا سفيان هذا الفرق شي كلمة اخويا سفيان نهاية الفيديو من عند الناس المسؤولين وشكرا لكم وشكرا على المتابعة.